على اعتبار ظاهرة المتاجرة بالممتلكات الثقافية ثالث نشاط إجرامي بعد التجارة بالأسلحة والمخدرات، تدفعنا اليوم مثل هذه التجاوزات لنضاعف الجهود من أجل العمل على تنفيذ اتفاقيات مشتركة وإنشاء لجان وطنية وإقليمية تعمل كمجموعة واحدة للتراث للدفاع عن التراث الأمة ومحاولة تضييقها داخل الوطن قبل أن تتحول إلى جرائم عابرة للحدود. إننا ندرك اليوم أهمية التعاون المشترك وتنسيق الجهود حيال حماية التراث الثقافي الذي تزخر به بلادنا باعتباره جزء من تراث الإنسانية وذاكرة الأمة وهويتها. بالفعل إن عديد القضايا التي تعالجها مصالح الشرطة في إطار المحافظة على الممتلكات الثقافية الوطنية تؤكد تواصل جهودنا في مجابهة نشاطات بعض الشبكات الإجرامية المتخصصة في هذا المجال، سيما الممتلكات المنقولة المستهدفة التي تهرب نحو الخارج.